في انتظار البث المباشر صلاة جناز المرحومة ناهد متولي حسب ما قاله بعض المقالات، وفي انتظار الفيديو والبث المباشر. الظلم في حد ذاته والأقاويل وما ابتدعته ناهد متولي من جرم شديد، حيث أصبحت السيدة في كبر سنها عقلها سخيف، تتخيل بعض الأمور الصعبة التي يصعب اللسان نطقها، بأن السيد المسيح كان يضاجعها جنسيا، وهذه أمور عجيبة. وقالت أن المسيح نفسه لم يظهر لها في شبابها، بل الذي كان يظهر لها هو شيطان، كما ادعى معاذ عريان وباسم صبحي. ونحن في مازلنا في انتظار البث المباشر، وهل بالفعل صلاة الجناز التي أشيعت وترعرعت بين المدونات وبين الأقاويل وبين الأحاديث، ننتظر. لن نحزن أبدا على ما قالته الأخت، لأن العقل يأتي عليه وقت ويتدشمر، ودي ست كبرت في السن وحست إنها باحتياج لعيالها. ولو بصيتوا في فيديو ليها معاذ عليان نشره، هتلاقوا في سفينة عليها مصر، فغالبا رجعت مصر وقاعدة في قرية كده غريبة، وكل هدفها انها تشوف احفادها وتشوف اولادها. هيسيت خلاص يعني، كبرت في السن وتعبت ومرضت. دي مش اقاويل مسيحيين زي ما هم بيقولوا، يعني عشان خاطر ان هي رجعت الاسلام، لا اطلاقا اطلاقا. وبدأت تبص السم وتقول ان السيد المسيح ده جاي من الزنا وجاي من الحرام. يا بنت الحلال، وتقول لك ان المسيح ده يسوع ليس هو عيسى ابن مريم، مش عارف ازاي يعني بس تخلف في كلامها، وطبعا مش فاهمه اي حاجه. تقول لك يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم، ازاي يعني هو يسوع المسيح ده اللي جه من مئة مش عيسى ابن مريم؟ ولا عيسى ابن مريم ده مين؟ ولا عيسى يسوع دوت كان مين يعني؟ انه مش هو عيسى ابن مريم، ده شخص ولا شخص؟ أمور غريبة. وحتى يعني الكل بيحاول يكلمها، وشفنا باسم صبحي ومعاذ عريان وكل الناس اللي بتجري ورا السبوبة يعني بتشيع الكلام، وكله حاجة بقت يعني بجد صعبة جدا جدا يعني. بس مش عارف نوصل للجنان بتاعنا ولا ايه الدنيا يعني. بس يعني حاجات غريبة بالشكل صراحة، يعني أمور عجيبة جدا جدا. يعني محتاجين إن احنا نتريس شوية، ما نتكلمش كتير، ما نقولش أحداث غريبة. بصراحة حاجة تحزن بجد يعني، أمور محزنة وغريبة صعبة. الناس بتحاول
تشوش وتحاول إنها بعد العمر ده كله تخلي المسيحية كأنها دين كافر وغير الشتيمة والإهانة اللي إحنا بنستقبلها من كل من هل وذل بسبب السوشيال ميديا وبعض الفتيات اللي بيتركوا الدين المسيحي ويزاولوا الدين الإسلامي نتيجة الخطف ونتيجة البهدلة اللي بتحصل بيبقى اختطاف وبيبقى هروب وبيبقى لعب مشاعر البنات وحاجات كتيرة جدا جدا واحنا عارفين ومتأكدين تماما. وبالرغم من كل دوت إلا إن بعض السفهاء يطلعوا ويغلطوا ويقل أدبهم ويقولوا كلام صعب جدا جدا علينا احنا كمسيحيين. انت عايز توصل بإيه يا سيدي؟ انت اتولدت بفترة الإسلام، خليك دينك ولا داعي انك تشتم ولا تهين ولا الكلام ده. وانت كمسيحي اتولدت بالفطرة مفيش مشكلة انك تقرا وتبحث وتطوع سواء مسيحي او مسلم وتشوف الدين الحقيقي. في الناس المزيين وفي الملحدين وفي 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 الناس اللي هي لا تؤمن بوجود الله اصلا يعني. فانت ما بتحاربش دول ليه؟ ليه انت بتحارب الناس اللي بتعبد ربنا وبتعبد اله واحد؟ يعني ايه الهدف كله انك تطعن 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 في الدين المسيحي يا سيدي؟ ما تتكلم على فلسطين ولا تتكلم على اسرائيل اللي استولت على فلسطين وجاهد يا سيدي ولا اعمل اي حاجه يعني. الامور مش للدرجه دي ان انت تقعد تستقطب دماغك وتقعد تالف وتقعد تتكلم على ناس شرفاء، ناس بتحاول دايما انها توصل وتعبد ربنا الهها وشايفه ان ده اله قوي اله حقيقي. انت مالكش دعوه، هو بيعبد الهه بيعبد زي مش انت اللي هتحاسبه في ربنا هو اللي هيحاسب وربنا هو اللي هيتكلم وربنا هو اللي هيدلنا كلنا. الله الديان ده انت حتى في دينك يقول ان المسيح هينزل يكسر الصليب وهو اللي هيدين العالم. انت مالك بقى يعني؟ مين هو يدين اكتر من الله؟ الله هو الديان العادل. فارجوك لا داعي للمبالغه ولا داعي من الكلام ولا داعي من التكفير انك تكفر كل من هو ليس بمسلم، لان كل واحد دينه غالي عليه زي ما انت الدين الاسلامي غالي عليك، اكيد برضه الدين المسيحي غالي على المسيحيين. ومفيش داعي لطولة اللسان الشتيمة والإهانة والغضب وكل الكلام دوت خالص خالص خالص. احنا في كلنا في مركب واحدة ودين واحد، كلنا بنعبد الله بالحقيقة بنؤمن بإله واحد الله والآية ضابط الكل خالق السماء والأرض. مش هكمل عشان انت مش هتستوعب كل الكلام اللي انا هقوله بعد كده، ولا لو قعدت اتكلم من هنا العمر كله، لانك انت مقتنع واكتسبت عقائد واكتسبت حاجات معينه واكتسبت اتولدت عليها سنين عمرك. زي ما بقول ان كل واحد دينه غالي عليه، وما زلنا في انتظار البث المباشر هل ما زال هذا الكلام هو حقيقي ام وهمي، ونحن في الانتظار وباقي بعض الدقائق لإثارة الموضوع أو لبس جناز ناهد متولي. وهل الجناز ده شيع بالكنيسة كما قيل أم شيع بالمسجد؟ كلام حقيقي هنشوفه هنقوله، لكن الأمور لازم تبقى أفضل من كده. إحنا بنمر بأيام صعبة وظروف صعبة وغلاء ووباء وكل حاجة مش كويسة. الناس لازم ترجع لربنا وتبتدي تشوف ايه المطلوب ان احنا عشان نقرب من ربنا، مش ان احنا ناكل في بعض ولا نعض في بعض ولا نعمل اي حاجة في بعض. كل الكلام ده مش مطلوب نهائيا. نزلنا في الانتظار البث المباشر.
ما نقدرش نجزم أبدا عن واقع حقيقي إن مهد متولي عادل بالفعل الإسلام، ولكن ما نقدرش نجزم كلام بنتها اللي قالت إن والدتها بقت مختلة عقليا، ولا نقدر نجزم إن ممكن تكون دي تسليطة من أب زكريا بطرس كما يعتقد إخواتنا المسلمين. ولكن أنا شايف إن الأب زكريا بطرس استحالة يعمل هذا الكلام، ولكن هناك تقارير وكلام كتير بيأكد إن السيدة ناهد متولي فعلا راحت بمخها، بالدليل إن هي كمان بدأت تجري على السكة الشمال وتطعن في المسيح وتطعن في المسيحية وتطعن في نسب المسيح، وزي ما هود قالت إن يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم. طب يا ستي، لو يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم، طب عيسى ابن مريم فين؟ وأيامه إيه؟ وكان بيعمل إيه؟ ورجعت لما كلمت رشيد وقالت إن الله عبارة عن الآب والروح القدس وليس الابن. فكل الكلام ده مع كتر الأسئلة من الواضح إن السيدة دي بدأ يحصل لها الشيطان ضرب دماغها، خلاها فسفس زي ما بيقول يعني. فمفيش داعي إن إحنا نمسك زي ما بيقولوا في المية المالحة ونقعد نشرب منها، لأن المية المالحة عمرها ما بتغوي أبدا إطلاقا إطلاقا. الأمور لازم تتاخد بالعقل، لازم تتاخد بالعقل. تتاخد بالعقل ازاي؟ ان احنا نفكر ازاي نوصل لربنا، سواء كنت مسيحي او بس نصلي نجاهد نطلب من ربنا ان يقف جنبنا ان يعيننا، لان الله ده خالق الكون ويشرق شمسه على الابرار والاشرار. الله حنين ورؤوف ورحوم وعمره ما هيأذي حد. الله غير مجرد بالشهور قط. الله قال حتى من ليس لهم ناموس فهم ناموس انفسهم، يعني الناس اللي ما عرفتش ربنا ربنا هيحاسبها بطريقته. عشان كده كده بقول بلاش نكون احنا الحكام على الناس، ربنا ما خلقناش قضاء ولا ان احنا نقتل حد لا بالسيف ولا بالرقاب ولا بكل الكلام ده. الدين محبة، لأن الله محبة، والله أوصانا أنك أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. يعني معنى كده إن ربنا بيطلب دايما إن إحنا نعفو عن الغير، حتى اللي أساء إليا بيطلب مننا إن إحنا نعفو ونغفر للآخرين. إذا الدين المسيحي ليس هو دين صبر ولا دين قتل ولا دين أي حاجة، هو دين محبة وسلام. وإن كانت العقائد اللي عنده مش مناسباك ولا أنت شايف إنها إن هو كافر، خلاص سيبه ربنا، ربنا يحاسبه وهيعامله بالطريقة اللي هو شايفها. بلاش أنت تكون الحاكم، لأن هو في الآخر أخوك. تقول لي أخويا إزاي؟ أيوه، لأن كلنا من أب واحد وأم واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء. لازم كلنا نتريث ونبقى عقلاء ومبسوطين. أمور العجب العجب زي ما بيقولوا وسطه، إنك تسطو على غيرك وتتجسس على غيرك، كل ده حاجات مش هتنفعك. صدقني أنا كل هدفي إن إحنا نوصل على خط مستقيم ونوصل لربنا في الآخر، خط مستقيم ونوصل لربنا في الآخر. طريق الحياة، الله خلق لنا الحياة عشان نستمتع بيها، ولكن في نفس الوقت قال لك الطريق ضيق ووعر. ازاي ضيق؟ هنقابل مآسي وهنقابل صعاب وهنقابل حروب الشيطان، عشان كده حتى الرومان تلاقيهم بيهربوا
بيهربوا، مع إن هناك الشياطين أكتر وأكتر وأكتر في الحروبات، مش كحاجة تانية، لأ بيحاربوا الرهبان حروبات شديدة جدا جدا، لأن الناس دي بتبقى مدية حياتها كلها لربنا. عشان كده بتلاقي برضو بعض منهم بيتحمل والبعض ما بيقدرش يتحمل، والله اللي هيحاسبنا كلنا. لكن الأمر العجيب والمريب إنك تنتظر على أخوك مصيبة، لما تحصل له كارثة أو مصيبة تشكر ربنا. طب تشكر ربنا على إيه؟ مصيبة حصلت لأخوك ولا حزن حصل لأخوك؟ يقول لك هاي فلانة رجعت للدين الحقيقي والكلام ده، يا عم على عيني وعلى راسي ما ترجع، محدش هيزعل صدقني ولا حد هيتضايق يعني. لكن ما تجيش البنات اللي تقعد تخطبها وتلعب عقلها وتلعب عواطفها وتقول لي اصل هربت، استحاله، مش يوم وليله كده تهرب بعد كده رجعت تاني، رجعت بالسطر، رجعت الراجل الولد اللي لعب بمشاعرها سابها وتركها والامن رجعها لاهلها. الناس او الجماعه اللي كل هدفهم الحصول على الدولارات من الجمعيات اللي هي كانت السعودية ولا الكويت ولا تركيا الله أعلم، يحصل وتعتبر بالنسبة لهم سبوبة يعني. عندك باسم صبحي ده طلع ما أذنش المسيحية خالص ولا اتكلم على أي حاجة المسيحية، كان شماس وأسلم، وده نتيجة ضغط جواه وحصل له هسهسة ورجع قاعد يقول لك الدين الإسلامي والدين أصلا كان دين الوثنية ودين مش عارف الثالوث الفاسد وغيره وغيره، يقعد يقول كل الكلام ده زي الواد الأهبل اللي عندي مشترك وعامل نفسه أمريكاني، مرة يكتب بالأمريكي ومرة يكتب بالفرنساوي ومرة يكتب بالألماني، وما عندوش غير جملتين: أحمد الله على الإسلام وقال بولس الطرسوسي، أم البقين بيقولهم كل مرة، ونشكر الله على نعمة الإسلام، ونشكر الله على مش عارف إيه، أنني ليس من الدين الثالوثي الوثني. يا ابني يا ابني أنت مين قال لك إن الدين المسيحي دين وثني؟ يا ابني يا ابني بلاش غلط وقلة أدب، ومع ذلك أنا بنشر لك كلامك عشان أوريك إنك أهبل وأهطل. نفس البقين اللي بتقولهم كل يوم عادي، أنا التعليقات دي ولا فارق معايا، قول اللي تقوله وتعيد اللي تعيده واعمل اللي تعمله. بجد حقيقي الواحد حزين حزين على لسه في ناس بتفكر بالطريقة السافلة، ان يدمر بلده بيقول لك من اجل نصرة الدين. واحد يبقى متعصب ومش هين عليه يخلص الورق عشان شاف مجرد انه شاف الصليب في ايد واحد، ولا مجرد شاف انه مسيحي، ما اعرفش مدى الغل ومدى الكروهية والحاجة الصعبة اللي بتخلي البني آدم يعمل كده، ولا أيا كان واحد مسيحي ومتعصب جامد قوي يقول لك يا عم ده أصل ده مسلم مفيش داعي أتعامل معاه. إيه التخلف اللي لسه مادلنا فيه؟ أمشي برجل اليمين ولا أخطط برجل اليمين ولا رجل الشمال؟ حاجات غريبة وعجيبة بأمانة، ما شفت زي كده. شوف الدول الأوروبية عايشة إزاي رغم إنها ما بتمارسش الشعائر الدينية زي ما احنا بنشكل عليها. دلوقتي حالا انا بشرب الشاي، واحد يطلع يقول لك ايه انت بتصبح سم، ايه بتصبح شاي مش عارف ايه، حتى بق الشاي واحد يقول لك ايه شوف سنانك مش عارف ايه انت. يا ابني يا ابني دي خلقة ربنا يا ابني، يعني فاهم ازاي؟ يعمل احتراما حتى للسن ولا للعمر الواحد بيتكلم فيه. انا القناه دي انا طالع بنتكلم فيها بننشر فيها بنتكلم فيها مع بعض،
يعني ما يبقاش كل حاجه الهدف المادي. انت لو شفت العائد المادي اللي بيجي منها ده هتحتقر نفسك وهتحتقرني انا شخصيا. ما فيش العائد المادي اللي انت متخيله، يعني كل الكلام ده هاتش ماتش. القنوات دي ما فيش حد بيكسب منها غير اللي هو زي محمد رمضان، زي اللي هم الجماعه الفنانين والمهرجانات وكل الكلام ده، لكن غير كده يعني الموضوع مش زي ما انت متخيل ان هو مربح للغايه يعني. لا لا، كل الكلام ده هاتش وفاكس جدا جدا. لا حمو بيكا ولا اشرف كمال ولا الناس اللي هي اللي هيبقوا ورق، ما هي دي اللي يعني عالم معاش حتى الدبلوم. حتى حمو بيكا ده مش عارف يتكلم ولا يتنيل وما يعرفش يقول بقين على بعضين، بس هي ارزاق ربنا مقسمها له. ما تضمنش، يمكن معاه فلوس ومعاه قد فلوس امراض الدنيا والاخره، وكفايه تخلفه وجهله، وكفايه انه لما عمل حادثه في الامن والامن شحط وما اتحط ولا لي مركز اجتماعي ولا اي تنجان ولا اي حاجه. وشفنا فنانين كتيره قوي يعني برغم انها تكسب اتمسكت في المطار ومخدرات، وفي منهم اللي طلع بالفلوس وفي اللي منهم طلع بحاجات تانية كتير. لكن نشكر ربنا ان احنا لينا كرامه ولينا كيان كاي بني ادم مصري، ان لو حتى ما بقاش معاه فلوس يكفي ان هو يكون فخور بنفسه وعنده ثقة في نفسه. دي من صنع الله ربنا بيدهانا، واجعل دي تكون حاجة فطرة جواك، يكون عندك ثقة في نفسك وفرحة دايما بربنا، وتفرح دايما انك مصري، لان مصر دي بلد عظيمة. يعني حتى الكتاب المقدس قال لك مبارك شعب مصر، شعب مصر اللي هو احنا يعني شعب مصر عموما. و في الإسلام قال لك ادخلوها سالمين آمنين، يعني مصر دي معروفة والسيد المسيح دخلها مش على إبر الدنيا وهو طفل، ومصر دي استقبلت المسيح اللي هي بتقول لك عيسى مش هو يسوع المسيح. معرفش ازاي التعبانة اللي في دماغها دي اللي أعلنوا إنها توفت وتشيع الجناز، وما زلنا في انتظار الجناز، ولا في جناز ولا في أي حاجة، وكم من الشائعات الطائلة اللي بتطلع وتقول، وما تفهمش ليه الحوارات دي وليه الكذب في الكلام دوت، والحق اصل مش عارف ايه وبتاع ايه. امور بجد بقت غريبة، الكل بيبحث عن مال بالكذب والضحك على الناس. هتكسب ايه لما تكذب على الناس ولا تضحك عليهم؟ مش هيبقى في اي مصداقية ولا هيصدقوك. منهم انا ادينا منتظرين اكتر من 25 دقيقة ورحنا ومستنيين وادينا في القاعة. برضو ان انا عايز اقول ان نائب متولي اكيد 90% بعد مشاهدة الفيديو وسفينة او مركب عليها علم مصر هي في مصر، اكيد رجعت مصر، لانها كل هدفها عشان يعني حسب ما قيل انها رجعت الاسلام عشان تشوف احفادها واولادها لانها اصبحت مريضة. وحصل خلل كما يقيم ايضا برضو، انا مقدرش اتأكد، واحد بيقول لك كفه، ايه كفه؟ انا مش فاهم يعني ايه، ولا كفه يعني مش فاهم ايه معناه. الملائكة اسمه ام ملايكة، كفه تقصد ايه كفه يعني؟ مش فاهم يعني، ما تتكلم كلام واضح يعني، قول انت عايز تقول ايه يعني، بلاش الكلام اللي هو ملوش اي معنى ولا ليه اي لازمة. ولسه بنقول الكلام ده، عندك كلام ايجابي وحلو جميل قوله، عندك كلام سلبي برضو واضح قوله، لكن الكلام اللي هو المتنطور اللي ملوش اي عايزة ولا ليه اي حاجة ده مش هيودي ولا يجيب. احنا في مصر بلد عظيمة، بلد الكل يكون فخور بيها. في بعض السلبيات زي الغلاء اللي حصل من سنتين او سنة ونص ومش قادرين نوقفه، وكل شوية انفجار سكاني انفجار سكاني. يا عم استغل السكان زي الصين واليابان وغيره وغيره، يعني متقعدش تجيب الحجة، ده انت عندك اثار وعندك حاجات تقدر تستغلها
ساعدوا الرئيس بس انكم توقفوا البلد دي على حقيقتها. لكن زي ما احنا عارفين ناس كتيرة قوي لا عايزة تشتغل ولا عايزة تبلطج وعايزة تاخد رشاوي وعايزة تكسب من الهوا. يقول لك انا بكسب يا عم، اوجع قلبي ليه؟ اتعب نفسي ليه؟ مش عايز يتعب، مش واخد على التعب، واخد على الراحة والضبطبة. ولادة يوم الخميس وهيفكر طول الوقت، بيفكر يوم الخميس هيعمل ايه وهياخد برشامة ايه. الكلام اللي احنا فاهمينه طبعا، عذرا على الكلام اللي بقوله، لكن طبعا ده مفهوم خاطئ جدا جدا، لان احنا في وطن لازم يقوم، والا شبابنا واولادنا هيضيعوا ضياع غير عادي. نكتفي بهذا القدر. واضح ان مفيش لا بس مباشر ولا بس غامض، وانا حزين على جلوسي حتى الان، ومفيش اي حاجه خالص، وكل اللينكات اللي جات لنا دي كلها واضح انها وهميه. لكن انا يكفيني حبا واعتزازا ان انتم معايا، وخصوصا العشر اشخاص اللي ما تركوش الدردشه خالص او الكلام خالص. بقول لكم اشكركم على محبتكم وعلى استماعكم للفيديو.